انتظارا طويلا، بل ربما حلم، أن أكمل تعليمي في المكان الذي يقدم العلم بطرق مثالية. هكذا كنت أرى المملكة في أساليب تعليمها الناضجة. كنت أتمنى أن تتاح لي الفرصة لأكون جزءا يستفيد من خبرات هذا الوطن، أن يفتح العلم لي بابه، وأن أنهل من العلوم التي أحب. وعندما جاءتني المنحة شعرت أن باب الأمل يفتح لي، وأن الطموح يكبر في عيني، وأن الحلم قد يكون حقيقة إذا ما أردناه صدقا. منحت ما كنت أتمناه رغم بعض العثرات التي أعلم أنها لن تتركني، رغم شعوري بالغربة، إلا أن الأمر كان مرضيا لأحلامي، وشعرت أن الله قادرا على بعث طاقتي من مرقدها، حيث أصبحت أجتهد أكثر فأكثر لأكون أهلا للدراسة في المملكة. تركت وطني وجئت هنا طلبا للعلم، جئت لاكتساب الكثير وللتغيير من نفسي، فكل أرض نخطوها تنتظر منا أن نعمرها ونعطيها كما تعطينا. كان الجميع يساند ويتعاون، وكانت يد العون تمد لي كلما احتجتها. كان لطف الله ينجيني دائما، ورسائل أهلي تشعرني أنني أحيا لهدف. فشكرا للمملكة على منحها الدراسية، على بعث روح الأمل فينا وتجديد طاقاتنا بالعلم المبذول من أجل الطلاب الوافدين. يا همزة في الروح يا باؤوس.